هل اطلعت على اللقاء السري غير المعلن الذي قام به الرئيس مسعود برزاني وجمع السيد الحلبوسي والسيد حسام الرأي والسيد شيخ الخنجر في أربيل؟ ما اطلعت عليه بصراحة، ما أدري شنو اللي دار في هذا الموضوع. بس الشيء الصحيح هو أن لا يجوز تأخير انتخاب رئيس مجلس النواب في أول جلسة تعقد. هذا تصريح واضح بالدستور في أول جلسة. إن ما تمكننا ما يجوز نوقفها، اطرح للتصويت، اطرح. وإلا إذا أنت تتوقف أصبحت عاصي، مو صحيح؟ إحنا مو كل النواب عندهم قسم أنه يلتزمون بالدستور. إذا أنت عندك اللي تراها لمصلحة إلك أن تعطل، تصبح عاصي للدستور. عندك مصلحة وتعطل، مو سبب التعطيل أنه ما ينعقد النصاب. مرة ما ينعقد النصاب، الذين أخلوا بالنصاب هم يتحملون المسؤولية، بس هو دين عقد النصاب. ومع ذلك ماذا يصير؟ خشية من الوقوع في الخلاف، بس هو الخلاف حاصل. وين الآن النقطة الشائكة؟ هي أكثر المشكلة هو الكلام وين؟ أنه هذا الموقع حسب العرف السياسي مو حسب الدستور، هو من حق المكون السني. فيكون من كيف يختار؟ هل أنه الأكثرية في مجلس النواب هم يختارون سني بكيفهم؟ الفكرة أنه يجب أن السنة بشكل عام يتوافقون على مرشح أو أكثر ويطرحوه من التصويت، يقول لك أي واحد يجي إحنا نوافق، أي واحد من هؤلاء يجي. هذا ما حصل لحد الآن، لم يحصل. زين، الآن أكو ثلاث مسارات. المسار الأول أنه هم الأغلبية داخل المكون هي اللي تحسم، أو الأطراف الثلاثة التي عددتها تتفق على مرشح توافقي، أو تذهبون إلى الفضاء الوطني وتحسمون. أنا أميل الآن الذهاب إلى الفضاء الوطني. أعقد الجلسة وطرح للتصويت ويصفى بعدين. لديكم التزام مع السيد الحلبوسي، طالما أنه أغلبية تقدم داخل السني ستصوتون له على أقل جزء من الإطار. ما أقول شيء، نعم أكو بعض الإطاريين يتحدثون عن هذا، أنا ما أتصور هذا إلى أي باب. وين أكو نص دستوري، نص قانون؟ لا، قصد أنتم مثل ما اعترضتوا على السيد الصدر وقلتم ما يمثل الأغلبية الشيعية لأنه هو نصفنا يعني بالتحالف الثلاثي، فالآن القصة نفس الشيء تنعاد عليكم. يابا أنتم لا تطون إلى الأقلية داخل المكون السني، الأغلبية تقدم عند أكثر من 40 نائب، مو هذا الحديث؟ لا، هو الحديث ليش؟ أعتقد زارك السيد الحلبوس وزار الآخرين وطرح هذا الأمر؟ نعم، طرح هذا الموضوع وأكو صار نقاش وياه في هذه القضية. أنه ما مسلمين إحنا في هذا الموضوع. نعم، الكتلة الأكبر فقط واردة في اختيار ترشيح رئيس الوزراء فقط في الدستور. لا توجد كتلة أكبر في أي شيء آخر. زين، وصراحة سلوكنا السياسي خلال المرحلة الماضية أكثر رؤساء مجلس النواب ما جوا من كتلة أكثرية في داخل المجلس إنه توافق عليه. كثير منهم مثلا لو ترجع لكل السابقة كتلهم مو كانت الأكبر ضمن التكتل السني بشكل عام، لكن توافقات في لحظتها توافقات. فإذا ما كوهي شيء إلا يكون من الكتلة الأكبر بين السنة. يعني رئيس هذا معناه بعد كل الآخرين، يعني رئيس ائتلاف النصر غير ملزم بما يطرحه تقدم بأن الأغلبية داخل المكون هي من حق أن ترشح رئيس برلمان، صحيح؟ أي هذا صحيح. نعم، من حق النواب أن يتوافقون على واحد اثنين ثلاثة، بس مو بالضرورة أنه يصير من صالح تقدم. وإحنا ناقشنا والأمر أيضا تقبله على الوضع الشيعي. الوضع الشيعي مو أكو نص دستوري. لا قصدي، لا مو الوضع الشيعي، لا الوضع الشيعي أنه داخل الأغلبية ممكن ما يجي واحد من داخل الأغلبية. أي هذا ممكن، لأنه هو توافق بالأخير. كيف تتشكل الكتلة الأكبر؟ الكتلة الأكبر لترشح رئيس الوزراء من مجموعة نص. لهذا تشوف رئيس الوزراء لا يصوت عليه في مجلس النواب، لأنه النص الدستوري ترشح الكتلة الأكبر، انتهى رشحته. نعم، يشكل حكومته، ومجلس النواب يصوت على أعضاء حكومته وعلى برنامجه، ما يصوت على شخص رئيس الوزراء، لأنه هذا مو البرلمان يقرر، بينما رئيس البرلمان يقرر مجلس النواب، هو راح يترشح ومجلس النواب بالتصويت يقرره. الآن رايحين إلى فتح باب الترشيح مرة أخرى لتعديل بعض الخيارات لو باقي الأسماء نفسها. هو هذا اللي طلب السيد الحلبوسي، طلبه أن يعدل القانون حتى يسحب مرشحة، حتى يسمح بطرح مرشحين آخرين ويصير مرور ما تصويت هذا المرشح.